اهلا بيكم اعزائي الطلبه والطالبات في هذا اللقاء. ان شاء الله هنتكلم النهارده على الكومبارتيف اناتومي اوف زيوتراس، التشريح المقارن للرحم. هنشوف الديفرنس بتوين زي ديفرنت يوتراي في الديفرنت دوميستيك انيمالز. كومبارتيف اناتومي اوف زي يوتراس، هنشوف اول مقارنه ما بين اليوتراين هورنز، مقارنه ما بين قرني الرحم في الحيوانات المختلفه. هنشوف الشيف في الديفرنت انيمال اللي بندرس عليها، اللي هي البيتش والساو والكاو واليو والمير والشي كامل. في البيتش بتبقى الهورنز استريت مستقيمه بالشكل ده كده، في الساو بيبقى فليكشوس از انتستاينال كويلز، مجعده زي طيات الامعاء كده او لفات الامعاء. ده شكل اليوتراين هورن في الساو. في الكاو وفي اليو بيبقى شكلهم كيرفد از رام هورن، مجعدين كده او منحنيين زي قرني الخروف كده بالشكل ده اهو. ده في اليو كيرفد از رام هورن، ده في الرومانس سواء لارج رومانس او سمول رومانس الشبه قرن الخروف كده. في المير بيبقوا استريت، التو هورنز بيبقوا استريت بالشكل ده كده. في الشي كامل بياخدوا شكل التي شيب، ده شكل الهورنز في الديفرنت انيمالز. اللينس بتاعهم بيختلف طولهم من حيوان لحيوان، في البيتش من 12 ل 15 سنتيمتر، في الساو طوال جدا من 120 ل 140 سنتي، في الكاو من 35 ل 40، في اليو 10 ل 12 سنتي، في المير من 22 ل 25 سنتي، في الشي كامل من 20 ل 25 سنتي. وكمان الاثنين هورنز ما بيبقوش اكوال في اللينس، بنلاقي الليفت طوله حوالي 18 سنتي انما الرايت طوله 11 سنتي. الليفت يوتراين هورن بيبقى اطول من رايت يوتراين هورن. دائما الحمل بيحصل في الحيوانات ممكن يحصل في احد القرنين، يا الرايت يا الليفت، انما السائد انه بيحصل في الرايت هورن، انما في الكامل بيحصل في الليفت هورن. الجانكشن بتوين زي يوترس اند يوتراين تيوب، او الجانكشن ما بين اليوتراين هورن واليوتراين تيوب، دي قلناها في اليوتراين تيوب. في كل الحيوانات بيبقى جرادوال ما عدا في المير، بيبقى ابرابتلي بتفتح مباشره على اليوتراين هورن، دي اليوتراين تيوب وده اليوتراين هورن قرن الرحم. في كل الحيوانات ما بيبقاش في لاين اوف ديماركيشن ما بين اليوتراين تيوب واليوتراين هورن، انما في المير بيفتح مباشره في جوه حلمه، فبتلاقي في فاصل خارجيا ممكن حضرتك خارجيا تقول ان دي اليوتراين تيوب وده اليوتراين هورن عند بدايته، بيبقى في لاين اوف ديماركيشن ما بين التيوب وما بين اليوتراين هورن. الاوبننجز بتاع اليوتراين تيوب، فتحة اليوتراين تيوب على اليوتراين هورن في بعض الحيوانات فتحة بابيلا وبعضها بتغيب هذه البابيلا، فبنلاقي في الساو والكاو واليو مفيش بابيلا، انما في البيتش والمير والشي كامل بيبقى موجود في الداخل بابيلا. فبعض الحيوانات بتبقى وزاوب بابيلا وبعض الحيوانات بيبقى فيه بابيلا من الداخل، قلناها في اليوتراين تيوب. في البيتش والمير والشي كامل الفتحه بتاع اليوتراين تيوب على اليوتراين هور بيبقى في حوالين الفتحه دي حلمه من الداخل، انما في سا والكا واليو بتغيب هذه الايه البابيلا او هذه الحلم. الاندومتريوم من داخل الهورن، الغشاء الداخلي بقى والمخاطيه بتاعه اليوتراين هور، يبقى سموس وبيجمنتد ومي بي ارينجد ان ذا لو لونجيتودينال فولدز، في طيات طوليه ممكن بيبقى بيجمنتد ومعظمهم بيبقى سموس، الطبقه المخاطيه الداخليه بتبقى سموس. في الساو برضو بتبقى سموس وبتبقى الفاسكولاريتي فيها عاليه، امداد الدم عالي وممكن يبقى فيه فولدز في ديفرنت هايتس، في طيات في مستويات مختلفه. انما في الكاو واليو بقى نبدا يظهر لنا اليوتراين كارانكل اللي اتكلمنا عليها تفصيلا. اليوتراين كارانكل دي بروزات من الاندوميتريوم يقابلها في الغشاء اللي حوالين الجنين اللي سميناه الكوريون، يقابلها ما يسمى بالكوتليدونز، الزراير اللي حوالين الجنين دي تمسك في الكارانكل دي، تمسك في الكرانكل تكون لي بلاسنتوم. يبقى كلمة كرانكل على طول معناها اندوميتريوم بتاع ايه، بتاع رومانس، بتاع
كاو او يو او دو، انما الشي كامل بتغيب هذه الايه الكرانكلز دي، شكل الايه كرانكلز في الكاو بتبقى بروزات دائريه وكونفكس محدبه كده، انما في اليو بتبقى كونكيف بالشكل ده كده. دي الكرانكلز او النتوءات اللي موجوده في المخاطيه بتاعه الرحم من الداخل في المقترات، او بتبقى كاب شيب في الايه اليو، انما في الكاو بتبقى راوندد او كونفكس ميوكوزا الفولس وكرانكلز موجوده داخل الجدار بتاع الرحم. في المير بتبقى ليف لايك فولدز بالشكل ده، طيات طوليه كده، دي بتبقى شكل ورقه الشجر الطيات اللي هي الايه الميوكوزا الفولدز اللي داخل الهورن بتاع الايه، احنا كده جوه الهورن من الداخل بنشوف الاندوميتريوم بتاعه. في الشي كامل بتبقى سموس الميوكوزا من الداخل او الاندوميتريا من الداخل بيبقى سموس وبينك في الكالر، وكالي سمول راوند برومينانس ويتش ار مور اون ذا ليفت هورن ذان ذا رايت هورن، بتبقى الطيات دي اكثر تواجدا في الليفت هورن اللي هو الانسيدنس بتاع البريجنانسي بيبقى فيه اعلى، او فرص الحمل في الليفت هورن بيبقى اعلى في الشي كامل عن الرايت اي هورن. الانتر كورنوال ليجامنت في رباط ما بين قرنين الرحم، ده موجود في الرومنانتس بس مش موجود في باقي الحيوانات. الانتر كورنوال ليجامنت دي بيغيب في كل الحيوانات ما عدا الرومنس، سواء لارج رومنس او سمول رومنس، ولكن في اللارج رومنس اللي هي الكاو والبافالو بيبقى في دبل انتر كورنوال ليجامنت، ادي قرني الرحم التو هورنز اهو، الليجامنس اللي موجود ما بينهم ده بنسميه انتر كورنوال ليجامنت. الانتر كورنوال ليجامنت ده اللي ما بين القرنين دول في الكاو والبافلو او اللارج رومانس عموما المقترات الكبيره بيبقوا اتنين، واحد دورزل واحد فنترال بالشكل ده كده، بيبقى دابل واحد دورزل واحد فنترال. انما في اليو موجود برضو بس سنجل، هو واحد انتر كورنوال ليجامنت، ده في الدو ده قرنية الرحم، ده الانتر كورنوال ليجامنت بيبقى سنجل او وان انتر كورنوال ايه ليجامنت، انما في الكاو بيبقى دورزال وفنترال، بيغيب في باقي الحيوانات الانتر كورنوال ليجامنت. يبقى كلمه انتر كورنوال ليجامنت معناها كاو ويو، في الكاو بيبقى دبل في اليو بيبقى سنجل. اتكلم دلوقتي على الكومباريتيف بتاع اليوتراين بادي، اللينس بتاعها بيختلف من حيوان لحيوان، في بتبقى شورت في البيتش، في الساو بتبقى شورت، في الكاو بتبقى شورت، في معظم الحيوان شورت ما عدا المير بتبقى لونج من 10 لـ20 سنتي بتبقى شورت. وهنقول راجع القصر بتاع الجسم ده راجع منين؟ السيبتم انسايد ذا بادي، ده فاكر حضرتك لما قلت لك الباراميزونيفريك دكت او الملوريان دكت لما التحم اتكونت الاثنين هور، وجزء منها كون البادي وجزء كون السيرفكس، الالتحام من فوق مش كامل فكون اثنين هور، الالتحام في النص كامل كون البادي والسيرفكس. فالسيبتم انسايد ذا بادي في سيبتم فاصل ما بين الاثنين هور، من بره مش باين انما من الداخل واضح هذا السبتم، فبيبقى شورت في البيتش، ميديوم في الساو، بيبقى لونج في الكاو. بص حضرتك احنا كده فاتحين اليوترس بتاع الكاو، ادي الهور من اول هنا خارجيا بقى هنا الباطي ده من بره، انما من جوه في سبتم اهو، السبتم ده قسم الايه قسم جسم الرحم، يعني من جوه اقدر اقول من اول هنا ما انا بشاور كده ده كله الهور، انما الهورن من الخارج لحد هنا بس. فشوف كل ده المفروض جسم الرحم، جسم الرحم مقسوم بسبتم من الداخل اهو، قسمه الجزئين، فالسبتم ده بيبقى طويل في الايه في الكاو وطويل في اليو بالشكل ده كده، ده السبتم اللي فصل الايه الجسم الرحم، بقى جسم الرحم هنا قصير قوي. وفي المير بيبقى أبسنت السبتم ده، وفي الشي كامل بتبقى لونج. يبقى في المقترات عموما كا ويو وكمان الشي كامل بيبقى السبتم ده ايه طويل، ولذلك جسم الرحم تلاقيه في كل الحيوانات دي شورت ما عدا الايه المير. طب المير مش شورت ليه جسم الرحم؟ لان جسم الرحم ما فيش السبتم ده من الداخل، فالجسم بقى كبير من جوه. ولذلك لما نيجي نقول بقى resemblance of the outside and inside lens، يعني مدى تماثل طول جسم الرحم من الخارج لما قيسه من بره وقيسه من جوه، الحيوان اللي في السبتم هيبقى طوله من بره زي طوله من جوه؟ لا، ده هيبقى من بره طويل ومن جوه قصير، لان السبتم ده قاسم الجسم من جوه. فتلاقي كل الحيوانات resemblance بتاع الاوتسايد للانسايد lens، مدى تطابق طول جسم الرحم خارجيا وداخليا في كل الحالات مش متحقق ما عدا الايه ما عدا المير، لان المير السبتم ده بيغيب اهو، تلاقي السبتم ده موجود هنا في الكاو اهو،
فبقى طول الجسم من بداية بره، لو احنا قسنا الجسم من بره هنقيسه من هنا المنطقة دي بالظبط لحد هنا لحد بداية السيرفكس، انما من جوه الجسم بقى هو الحتة دي بس. انما في المير عشان السبتم ده مش موجود بقى طول الجسم خارجيا زي طوله داخليا، فالتطابق بتاع الاوت سايد والانسايد لينس بتاع البادي ما بيتحققش الا فين؟ الا في المير، نتيجه الابسنس اوف ذا سبتم انسايد ذا بادي. يبقى غياب الفاصل داخل الجسم هو اللي بيخلي طول الجسم خارجيا زي داخليا، انما وجود السبتم ده سواء بقى طويل او قصير بيبقى طويل في المقترات والشي كامل سواء كاو او يو، ده بيخلي عدم تطابق لطول الجسم الرحم خارجيا عن ايه داخليا، او الاثنين مش متطابقين. يعني الاندوميتريوم في البيتش بيبقى سموث وبيجمنتد اند مي بي ارينجد ان ذا لونجيتودينال فولد زي اللي في اليوتراين هورن بالظبط، زي ما قلنا في اليوتراين هورن بيبقى موجود الكرانكلز فين؟ في الكاو واليو، في المير بيبقى ليه فلايك فولدز، في الشي كامل بتبقى فيه بيبقى بينك وبيبقى بيحمل فولدز بتبقى اكثر في الليفت هورن عن الرايت ايه هورن، زي ما قلنا بالظبط في الايه الاندومتريم بتاع الايه الهورن، الاندومتريم بتاع الهورن مواكب نفسه هو بتاع الاندومتريم بتاع الايه البادي. نيجي نتكلم دلوقتي على اليوتراين سيرفكس، المقارنه بتاعته اللينس بتاعه بيختلف من حيوان لحيوان، برضو في الدوج بيبقى فيري شورت بيبقى حوالي 1 سنتي، في الساو بيبقى 15 ل 25 سنتي، في الكاو 7 ل 15 سنتي، في اليو طوله حوالي 4 سنتي، في المير 5 ل 7 سنتي، في الشي كامل من 2 ل 4 سنتي. اللينس بتاعه الانتيريور بتاع اليوتراين سيرفكس من الداخل بقى اليوتراين سيرفكس في البيتش بيبقى فيري شورت اند سو ذا بوث اورفيسز اوف ذا سيرفيكال كانال ار كلوزد توجذر. في الكات بيبقى السيرفكس في تيبولار جلاندز، نلاقي السيرفكس في الدوج طوله حوالي 1 سنتي صغير قوي، ولذلك الفتحتين بتاعته مش احنا قلنا ان له فتحه على جسم الرحم، ما ده قرن الرحم وده جسم الرحم وده عنق الرحم، الفتحه الداخليه بنسميها انترنال يوتراين اوستيوم او اورفيس واكسترنال يوتراين اورفيس، نتيجه ان قصير الفتحتين قريبين من بعض قوي فين؟ في البيتش. الشكل ده كده ده التكبير للسيرفكس في بيتش او الاثنين اورفيس قريبين من بعض قوي. في الساو السيرفكس بيحتوي على روز من الفيرم كاشنز لايك بروميننس، بروزات شكل الوسائد بتبقى انتر ديجيتيتد بتبقى الترناتيف وز لونجيتودينال فولدز، والبروميننس دي بتبقى انتر ديجيتيتد ايتس اذر تو فورم ذا سيرفايكال كانال. دي تبص حضرتك معايا هنا ادي بروميننس كشر لايك كده مع لونجيتودينال فولدس، الاثنين متداخلين مع بعض متشابكين مع بعض بالشكل ده كده انتر ديجيت متداخلين مع بعض بيعملوا بيحموا السيرفايكال كانال او بيقفلوا السيرفايكال كانال فيرمل كده. الكشر لايك بروميننس اهي متداخله مع بعضها وانتر ديجيتيتد بالشكل ده، ده السيرفايكال كانال في الايه في الساو. في الكاو بيبقى فيه نيومرس لونجيتودينال فولدس of mucous membrane and four transverse muscular folds which firmly close the cervical canal and so it is difficult to be dilated. بنلاقي فيه longitudinal folds وكمان circular muscular folds. circular muscular folds الطيات الدائرية دي بتقفل السيرفكس بقوة ولذلك صعب الدايلاتيشن بتاعه، ولما تيجي الملمس وتلاقيه فيرم في الملمس بتاعه ده السيرفكس اهو، طيات طولية وطيات عرضية من الماسكولار لير عاملة ايه عاملة قفلة قوية جدا للسيرفكس في الكاو. في اليو بيبقى كلوزد باي 5 تو 6 سيركولار فولدز، في الجود بتبقى كلوزد باي 5 تو 8 كريسنتيك فولدز. بنلاقي تلاقي الطيات الدائريه دي او السيركولار ماسكولار فولدز دي اكثر في الشيب وفي الجود عن الكاو، ده بتقفل السيرفكس فيرملي ايه بقوه وتحافظ على انغلاقه اثناء فتره الايه الحمل. في المير بقى السيرفيكال كانال اول لونجيتودينال فولدز طيات طوليه بس ولذلك ايزلي دايليتد، يعني حتى عمليه الاندكشن للابورشن ان احنا نعمل اندكشن للابورشن في المير سهل جدا، اقل فتحه للسيرفكس لانه ما بيبقاش مغلق باحكام لان الفولدز هنا بتبقى لونجيتودينال بس، ده السيرفكس في المير بالشكل ده لونجيتودينال فولدز بس. في الشي كامل بيبقى بيحتوي على 4 سيركولار فولدز والسنترال سيرفيكال كانال، الكودال سيركولار فولدز از لو فورمينج ذا اكسترنال اورفيس، نلاقي 4
طيات من الماسكولار لاير عرضيه كده بالشكل ده كده، واخر واحده بتبقى له وبيبقى وسطي، البرش بتاعه بيبقى وسطي والفورنكس بيبقى حواليه. ده الانتيريور بتاع السيرفكس في الديفرنت انيمالز الشكل ده كده. في البيتش بيبقى شورت، ولذلك تلاقي الانترنال اوستيوم قريب قوي من الاكسترنال اوستيوم، او الانترنال يوتراين اورفيس قريب قوي من الاكسترنال يوتراين اورفيس. في الساو بيبقى انتر ديجيتيتد بروميننس، كاشر لايك بروميننس متداخله مع بعضها. في الكاو بيبقى في فور سيركولار فولدس مع لونجيتودينال فولدس. في المير بيبقى السيرفكس في لونجيتودينال فولدس، ولذلك بيبقى ايزلي دايليتد. البورشو فاجينالز يوتري، قلنا البورشو فاجينالز هو الجزء الممتد من عنق الرحم داخل الفاجينال بارت من السيرفكس اكستندد انتو زي فاجينال وول، الجزء من السيرفكس الممتد داخل الفاجينا بيسموه بورشو فاجينالز. ده بيبقى موجود هذا الجزء ولكنه فيوزد دورزال، يعني ملتحم في الناحية الدورزال. لما يكون ملتحم هو في الدورزال يعني ايه؟ انبوبة جوه ماسوره تانية. الانبوبه دي يا اما تبقى في النص، يا اما تبقى ملتصقه فوق، يا اما ملتصقه تحت. طب لو ملتصقه فوق يسموها ايه؟ فيوز دورزالي. يبقى الجزء من جدار الفاجينا اللي حواليها هيبقى فين؟ هيبقى فينترالي. يبقى لو انا حاطط انبوبه جوه انبوبه اكبر، الانبوبه دي يا اما حاططها في نص الانبوبه الكبيره، يا اما لازقها في السقف، يا اما لازقها في الارضيه بتاع الانبوبه الثانيه. لو لازقها في السقف تبقى دي فيوز دي ايه؟ دورزالي. هنا في البيتش بتبقى ابسنت، الماسوره مش ممتده هنا، السيرفكس هنا ما امتدش جوه الفاجينا خالص او انتهى هنا بس، دي الفاجينا وده الايه؟ السيرفكس عنق الرحم، وده قرن الرحم. ما فيش جزء امتد هنا من السيرفكس للفاجينا. في الكاو في جزء امتد من السيرفكس جوه الفاجينا اهو، ده جزء السيرفكس. بس ايه بقى؟ ملتحم فين؟ ملتحم فينترالي، فيوز دي فينترالي اهو، ملتحم في الارضيه بتاع الفاجينا بالشكل ده كده، ملتحم مع الارضيه بتاع الفاجينا، ولذلك ساب لي جزء فوق بنسميه الفورنكس. ده برضو في الكاو اهوت ملتحم فينترالي، ده ملتحم فينترالي البرش الجزء الممتد من عنق الرحم داخل الفاجينا، ولذلك الفورنكس بقى ايه؟ دورزالي. ده البرشو في الكاو اهو برضو ملتحم فينترالي اهوت، ده السيرفكس ودي الفاجينا. في اليو ملتحم فينترالي زيه زي الكاو بالظبط. في المير بقى بيبقى سنترالي، تبص تلاقي الجزء اللي ملتحم كأن الانبوبة اللي بقول لحضرتك عليها مديدها جوه انبوبة تانية حاططها في نصها، ممتدة جوه في النص بتاعها، لا 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 لازقة فوق ولا ملتصقة تحت، تمام؟ فبيبقى سنترالي. في الشي كامل برضو بيبقى ايه؟ بيبقى سنترالي لوكيتد، الجزء الممتد ده في النص بالظبط. ادي البورشو فاجينالز الجزء الممتد من عنق الرحم داخل الفاجينا، ده البورشو فاجينالز. او هنا في الساو بيبقى ابسنت مش موجود، ده في البيتش اهو بيبقى قصير جدا وملتحم دورزالي. ده في الكوين في الكات بالشكل ده كده. ولذلك لما نيجي نقول بقى الفورنكس فاجيني يبقى عكس البورشو. البورشو اللي هي الانبوبه اللي انا دخلتها جوه الانبوبه، ده جزء من انبوبه دخلتها جوه انبوبه اوسع، ما دام ملتحم دورزالي يبقى جزء من جدار الفاجينا تحت بقيه الانبوبه اللي انا دخلت جواها دي، يبقى ده تحت او يبقى ده فينترالي. ان في الساو بقى في الساو الاثنين ابسنت، سواء البورشو فاجيناليز او الفورنكس فاجيني، لان ما فيش جزء من عنق الرحم امتد جوه الايه؟ الفاجينا. ذا بورشو فاجيناليز اند اكسترنال يوتراين اورفس ار ابسنت اند ذا ديماركيشن بتوين ذا سيرفكس اند ذا فاجينا is the point at which the caudal caudal like prominence changed into longitudinal folds. ما فيش هنا بورشو فاجينالز، هنا في الكاو ادي البورشو فاجينالز والفورنكس. البورشو فاجينالز ده لازق في ارضيه الفاجينا، يبقى الفورنكس يبقى فين؟ يبقى دورزال. في اليو دورزالي، في الكاو اهو بقى الفورنكس دورزالي اهوت، انما البورشو فينترالي. او البورشو هنا بقى فينترالي والفورنكس بقى ايه؟ دورزالي. انما في المير والشي كامل سواء البورشو ممتاز بس في النص في حواليه جدار الفاجينا، يبقى ايه؟ انيولار. انيولار يعني دائري حواليه، ده البورشو فاجينالز يوتري والفورنكس فاجيني.
هسيب لحضرتك دلوقتي مجموعة من الجداول للمقارنة بتاع الديفرنت بارتس بتاع اليوترس، سواء اليوتراين هورن واليوتراين بادي واليوتراين سيرفكس، تستعين بيها في المقارنة ما بين أجزاء الرحم في الديفرنت أنيمالز. إلى هنا ينتهي حديثنا، أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.